معانا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي علشان نشوف اخر ما يتم من ترتيبات مهمه على الصعيد الاداري سواء بالنسبه للنادي للاعضاء او للجماهير. دكتور سعد اهلا بيك وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، مساء الخير يا كابتن عدلي، ومساء الخير كابتن محمد واستاذنا. اهلا بيك يا دكتور. سنه وانتم طيبين. طيب. وجماهير النادي الاهلي طيبه واعضاء النادي الاهلي طيبين في الحقيقه، وكل ناس في مصر طيبه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. قول لي الترتيبات بالنسبه للقرارات مجلس الاداره، الاجتماع الاخير كان فيه اكتر من نقطه محتاجه توضيح. يعني في الحقيقه احنا كان عندنا المجلس الاخير ده كان مجلس مهم جدا، لانه في الحقيقه بياتي في ظروف بتواجه كل دول العالم، تحديات اقتصاديه نتيجه للظروف اللي بيمر بيها العالم، وبالتاكيد هي كان ليها انعكاسات على الدوله المصريه باعتبارها محور رئيسي في المنطقه بتاعتنا. ولما بيبقى فيه انعكاسات سلبيه لاي تاثيرات اقتصاديه بتبقى فيه المؤسسات الكبيره كمان بتتاثر في الحقيقه، ومنها طبعا المؤسسات الرياضيه اللي اكبر واحد فيها هو النادي الاهلي. فالمجلس كان حريص ان هو يناقش التاثيرات دي وتداعياتها على مصادر التمويل في النادي الاهلي، ايراداتنا هيبقى شكلها ايه، ايضا مصروفاتنا اللي فيها زياده مطارده نتيجه لكثير من المتغيرات في الحقيقه. يعني على سبيل المثال مش الحصر، يعني النهارده المطهرات بتاعت حمامات السباحه عندنا فيها زياده يمكن تتجاوز 140%، فطبعا ده بيزود لك الاعباء. احنا مش عندنا فرع واحد، احنا عندنا اربع انديه رياضيه، يمكن حتى كلمه فرع دي بتخلي الامور بسيطه، لكن احنا عندنا اربع انديه كبار بنديرهم، عندنا المقر الرئيسي الجزيره، عندنا المقر يعني النادي الثاني مدينه نصر، الثالث في الشيخ زايد 127 فدان، عندنا ايضا المقر الجديد في القاهره الجديده ايضا ده موجود. فبالتالي انت النهارده بيتولد عليك اعباء ماليه كبيره جدا جدا ومصروفات ضخمه. هنخلينا نقول حاجه ثانيه، البعثات اللي بتسافر بره، المكون الدولاري طبعا محور مهم في التكاليف الماليه اللي بتتفرض على النادي او بيتحملها ميزانيه النادي نتيجه للتغيرات اللي بتحصل في كل دول العالم، وبالتالي السفريات بتزيد النهارده اكثر من ايضا 120%، لانك النهارده بتضطر ان عندك فرقه كره القدم، فريق كره اليد، فريق كره الطايره، فريق كره السله، عندك 19 لعبه عندها التزامات ايضا داخل جمهوريه مصر العربيه وخارج جمهوريه مصر العربيه. وبالتالي في الحقيقه المجلس كان حريص انه يشوف التداعيات التاثيرات دي على الميزانيه، وبالتالي وجدنا ان في زياده كبيره جدا وضخمه موجوده كاعباء ماليه، واحنا حريصين ان احنا نشوف كمان مصادر تمويل جديده، ويمكن كانت احد اهم القرارات اللي اتخذها المجلس في هذا الشان في الحقيقه، انه كمان كلف شركاته، الشركات النهارده بتاعته عندنا ثلاث شركات، الشركات دي مهمتها الاساسيه ان هي تبحث عن فرص تمويل جديده، ويمكن كان ايضا في استعراض لعقد جديد مقدم من شركه الاهلي لكره القدم، وده عقد واحد من العقود المهمه اللي هي فيها ابداع كبير، انك انت بتبيع الاصول الرقميه ايضا على لاحد الشركات، واعتمد المجلس الاداره هذا التعاقد اللي قدمته شركة الأهلي لكرة القدم، بل بالعكس المجلس أيضا كلف شركة الأهلي للخدمات في ظل هذه التحديات المالية الكبيرة اللي بتواجهها كل المؤسسات ومنها النادي الأهلي بالطبع، أيضا كلف شركة الأهلي للخدمات الرياضية بتقديم خطة عاجلة لتطوير مصادر التمويل في النادي الأهلي عشان نقدر نبحث عن مصادر تمويل مبتكرة يعني تواجه الزيادة المضطردة في النفقات بتاعة النادي الأهلي. كمان المجلس الإدارة المؤقت في الحقيقة كان عنده رغبة أكيدة في أن هو كمان يستثمر العاملين في النادي الأهلي بشكل أكثر استفادة وبشكل أكثر يعني فيه فرص لزيادة كفاءة الإنفاق وتدوير العاملين في النادي الأهلي في المناطق الجديدة اللي احنا بنفتتحها زي التجمع. يمكن تم الاستعانة من فرع مدينة نصر وفرع الشيخ زايد أيضا ومقر النادي الأهلي بالجزيرة ب 87 واحد استفدنا منهم في الفرع الجديد في التجمع، وأصبحوا موجودين بيأدوا خدمات. كمان المجلس قرر أن هو يعيد تدوير كل العاملين في النادي الأهلي سواء كان في قطاع كرة القدم، سواء كان في إدارة النشاط الرياضي، سواء كانت في الإدارات المركزية الرئيسية كلها، عشان نقدر نستثمر بشكل جيد فائض العماله اللي موجود في النادي الاهلي. وقرر المجلس ايقاف كل التعيينات الجديده عشان ما نحملش. النقطه دي مهمه يا دكتور سعد جدا جدا،
ان انت وانت بتتوسع بـ 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 بتحاول تستفيد من الطاقة الوظيفية والخبرات اللي تأسست بالفعل في انك تسد بيها احتياجاتك الجديدة. فمحتاجة توضيح شوية الحتة دي. يعني زي ما حضرتك تفضلت كده يا كابتن عدلي، ان انت حضرتك بتستفاد بالخبرات، لان الخبرات اللي موجودة في النادي الاهلي صعب انك انت تعوضها بتعيينات جديدة، فانت بتقوم بعملية التدوير ده في بعض القطاعات يعني فيها زيادة في الهيئة العاملين اللي موجودة فيها، وبالتالي انت بتحاول تستثمرهم وتاخدهم في اماكن ايضا انت بتحتاجهم، وانت كمان بتعمل عملية النقل ديت وتخفف الضغوط اللي موجودة على الموازنة العامة للنادي. انت كمان النادي حريص جدا جدا على ان الناس اللي هتتنقل من قطاعات او تروح ادارات اخرى انك انت تحافظ لهم على المزايا المالية ايضا بتاعتهم اللي هم كانوا بيتمتعوا فيها في اماكنهم. فاحنا خدنا ثلاث قطاعات رئيسية. احنا تسمح لي قبل ما تخش في التفاصيل، انا عايز اتكلم في خط هنا ويمكن هتبقى بما يشبه الرسالة لإخواتنا وزملائنا العاملين في النادي الأهلي اللي هم هينتقلوا إلى قطاعات جديدة. يا جماعة صدقوني أحيانا الإنسان من كتر ما بيقعد في حتة ما بيحبش يتنقل منها وبيشعر بضيق لما يجي يتنقل، لكن في أغلب الأحيان للإنسان اللي بيقبل التحدي بتبقى الفرصة سانحة أن يظهر قدراته هو بقى، مش في وسط ناس الله أعلم مساحة الفرصة اللي بيعبر فيها عن قدراته كانت قد إيه، وأحيانا بتبقى معدومة. فبقول لكم يعني دي فرص جديدة لكل واحد فيكم يكبر ويقدم ما لديه من الخبرات للنادي الأهلي بدون أي نوع من الغضاضة، لأن ده النادي الأهلي. اتفضل. يعني يمكن حضرتك كابتن عدلي لمست نقطة مهمة، إن بيبقى في عندنا قدرات في النادي الأهلي احنا محتاجين نستثمرها، وايضا بتبقى عندها الفرص للتطوير السي في بتاعتها او الكارير بتاعها في المجال الوظيفي داخل جدران ايضا النادي الاهلي. يمكن عندنا الناس اللي اتنقلت التجمع كلها حصلت على درجات وظيفيه اعلى نتيجه لان راحت على مكان جديد عندها فرص لتطوير قدراتها والاستفاده من امكانياتها بشكل افضل من اللي هي كانت موجوده في كل قطاعات النادي. عندنا قطاعات ايضا واسعه كبيره جدا، يعني احنا عندنا اكثر من 12 اداره ايضا مركزيه موجودين، فاحنا بناخد الزملاء اللي موجودين في هيئه العاملين اللي بننقلهم سواء من كره القدم، سواء من اداره النشاط الرياضي، سواء من ادارات مختلفه ايضا في عمليه التدوير دي. لكن مهم حاجتين، قاعدتين مهمين جدا جدا، ان انت بتروح وبتتطور في قدراتك دي. الحاجه الثانيه انك انت المزايا الماليه اللي انت بتتمتع بيها في النادي الاهلي ايضا انت بتستمر فيها الى ان تحصل على فرصه كامله داخل القطاعات الجديده اللي انت رايح فيها. دي نقطه بالنسبه لنا مهمه جدا جدا. ما عندناش حاجه اسمها الاستغناء، احنا عندنا حاجه اسمها ان احنا بنستعين بيك في مكان تاني. كل ده في اطار جدران النادي الاهلي وفروع النادي الاهلي المختلفه، عشان نقدر كمان حاجه، في حاجه مهمه ان مصلحه النادي في ان هو يقدر يستمر ويستديم في الوفاء بالتزاماته الماليه تجاه هيئه العاملين. لانك انت النهارده عشان تقدر توفر اجمالي الرواتب الضخمه اللي النادي الاهلي بيلتزم فيها تجاه عاملينه، وكمان المزايا النوعيه اللي بيقدمها النادي الاهلي على سبيل المثال فرص التامين الشامله اللي بيقدمها النادي الاهلي. يمكن انا هدي لحضرتك رقم، احنا عندنا السنه دي 16 مليون جنيه الحجم التامين على جميع العاملين في النادي الاهلي، وده رقم اعتقد انه رقم ضخم، ده احنا كمان بنقدر نلتزم بيه تجاه زمايلنا اللي موجودين في النادي الاهلي، فده بالنسبه لنا شيء مهم. فده احنا كمان لحد 15/5 ان شاء الله كل القطاعات بتاعه النادي الاهلي هنعيد ان شاء الله هيكلتها، بحيث ان احنا نشوف التدوير هيئه العاملين كلها ونستعين بيهم في الاماكن اللي تقدر تحقق افضل فرص تشغيل لهذه الكفاءات اللي موجوده في النادي الاهلي. دي مساله مهمه جدا يا دكتور، واذا كان ده امر يخص العاملين ويؤكد على حرص الاهلي زي ما هو ملتزم بالوفاء بكل التزاماته تجاه العاملين في عز ازمه كورونا. الأهلي ربما كانت المؤسسة الرياضية الوحيدة اللي لم يدار فيها عامل واحد، وأعتقد الكل كان بياخد مستحقاته المالية بالكامل برغم كل الظروف العالمية. ده إذا كان يخص الأعضاء، ما يخص الجمهور، مباراة الأهلي والهلال السوداني والقرار الحقيقة النادي وجه فيه
بيان شكر لقيادات وزارة الداخلية على السماح بحضور 50,000. الترتيبات الخاصة بهذه المباراة بالنسبة للجمهور إيه يا دكتور؟ يمكن يعني خليني أضم صوتي لصوت حضرتك يا أستاذ إبراهيم، وفي وجود الكابتن عدلي والزملاء اللي موجودين مع حضرتك في البرنامج. في الحقيقة إن إحنا في هذه الأيام الطيبة المباركة بنوجه الشكر الجزيل لوزارة الداخلية في الحقيقة على دعمها ومساندتها لطلب النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يعني إحنا اتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا. يمكن المباراة إن شاء الله يوم واحد، لسه قدامنا 8 أيام على كان في تحرك سريع من مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود، ووجهنا خطابات وطلبنا الساعة الكلية للاستاد. وكنا المرة دي كان عندنا ثقة كبيرة جدا في أن كل مؤسسات الدولة المصرية سوف تدعم طلب النادي الأهلي في الحقيقة، لأن المباريات الماضية في البطولة الأفريقية أو بطولة أفريقيا العام الماضي وبطولة أفريقيا هذا العام أيضا عكست حاجة مهمة جدا، وأن الجمهور سوف يظل اللاعب الرئيسي في دعم وحفز اللاعبين داخل الملعب وتقديم نتائج إيجابية. وبالتالي كان في استجابة في الحقيقة من وزارة الداخلية لهذا المطلب، وسمحت لنا ب 50,000 متفرج. والمباراة إن شاء الله على ملعب استاد القاهرة، اللي ملعب استاد القاهرة إن وعد النادي الأهلي في الحقيقة إنه هيقوم بعملية صيانة سريعة جدا جدا عشان يقدر يستقبل مباراة النادي الأهلي، لأن كان في حدث وطني مهم بحضور فخامة السيد الرئيس الجمهورية، وبالتالي كان في بعض الحاجات اللي موجودة في الملعب. وعدونا في هيئة استاد القاهرة تقديرا لمكانة وقيمة النادي الأهلي أيضا، وده واحد من المؤسسات الوطنية العريقة، إن هم يقوموا بعملية الصيانة الدورية خلال العشر أيام اللي فاتت دي، وإن إن شاء الله الملعب هيكون بيستعد للمباراة. كمان إحنا عملنا انعقد اجتماع أمني وحددنا الفئات اللي موجودة في كل الدرجات. إن شاء الله عندنا 36,000 متفرج هيبقوا موجودين ما بين الدرجة الثالثة شمال والثالثة يمين، عندنا 10,400 هيبقوا موجودين في الدرجة الثانية إن شاء الله، عندنا الدرجة المقصورة الأمامية هيكون فيها 1,000 متفرج، عندنا 126 في المقصورة الرئيسية، عندنا كمان تم تحديد 100 تذكرة للفريق الضيف اللي هيبقى متواجد على أرض مصر إن شاء الله، وهو من دولة شقيقة، وهو فريق ونادي أيضا شقيق، والنادي الأهلي دايما على عهده دائما أنه هو نادي كل الأندية العربية تحديدا، ويستقبل كل الأندية العربية بشكل أكثر من رائع إن شاء الله. النهاردة كمان كان عندنا لجنة مباريات بتجتمع عشان تنسق مع كل المؤسسات الوطنية، سواء شركة تذكرتي أو شركة السادات، عشان زي ما احنا عارفين ان الملعب الرسمي بتاعنا هو كان الاستاد الاهلي ويب السلام، وهم مشكورين تفضلوا يعني تفهموا احتياجنا لاستاد القاهره، ودي برضو حاجه من خلال منصه حضراتكم واحنا بنوجه لهم الشكر الجزيل لتفهمهم لاهميه هذه المباراه. يتبقى الرساله الثالثه ان شاء الله ان احنا 50,000 متفرج، احنا عارفين دائما ان جمهور الاهلي هو الدعم والسند، وهو دايما اللي بيقدم الصورة المشرفة لكل الجماهير المصرية. إن شاء الله هتكون مباراة بالشكل المثالي، لكن احنا بندعو جماهير النادي الأهلي من الآن سرعة استخراج الفان آي دي عشان يبقى له فرصة في حضور المباراة، لأن دي أول مرة من فترة كبيرة يبقى عندنا 50,000 متفرج، يعني زي ما بيقولوا 5 في 1، قبل كده كان 10,000، المرة دي عندنا 50,000، فمعناها ان احنا عندنا 5 مرات ضعف العدد اللي كان موجود، وبالتالي قد يكون هناك عدد قليل من الجمهور اللي كان بيبقى حريص على انه يعمل الفان اي دي بتاعته، فلما هيجي العدد ده يكبر الناس تفاجئ ان ما كانش فيه فان اي دي. فمن خلال المنصه الكبيره بتاعتنا البيت الكبير ملك وكتابه ان شاء الله الناس تقدر تستخرج الفان اي دي من دلوقتي، عشان لما يطرح ان شاء الله على يوم الاحد تقريبا في طرح تذاكر المباراه يبقى كل الناس معاها الفان اي دي وتقدر تخش وتستثمر فرصه هذا الخبر الجميل اللي ساعدتنا فيه في الحقيقه كل المؤسسات الوطنيه زي ما انا ذكرت. فنرجو ان كل الناس يبقى معاها فان اي دي تقدر تروح من البوابات المحدده، وان شاء الله اللجنه اللي عندنا في النادي الاهلي لجنه المباراه مستمره في الانعقاد عشان يوم السبت ان شاء الله نقدر نحط الخطوط العريضه للشكل من البوابات. ده هيبقى واضح ان شاء الله بالنسبه لنا يوم السبت ان شاء الله. الشرح يوم الاحد يا دكتور، اسعار التذاكر لم تحدد بعد؟ يعني احنا الحمد لله حريصين ان احنا يعني نتفاوض مع شركه تذكرتي وشركه السادات، وهم حريصين ان هم يلبوا طلباتنا، لان نسمح ب
بكل الجماهير تبقى عندها فرصه في الحضور زي ما احنا اتعاوننا في ان المباراه تبقى في استاد القاهره، وده شيء مهم جدا عشان المواصلات ما تبقاش في مسافه بعيده على جمهور النادي الاهلي، ونقدر نخفف اعباء الانتقال لمسافه ابعد اللي كانت موجوده في استاد السلام. ان شاء الله احنا كمان النهارده كنا حريصين ان احنا نوصل لافضل تسعير ممكن يبقى متاح لكل الجماهير ان شاء الله، ونلبي كل طموحات جماهيرنا اللي احنا كلنا ثقه فيها ان هي هتعمل لوحه فنيه ان شاء الله في استاد القاهره تشرف الدوله المصريه وتشرف جمهور النادي الاهلي وتشرف النادي الاهلي، وتكون بدايه حقيقيه لعوده الجمهور الى المباريات مره اخرى باعداده الكبيره، ونتمتع بميزتنا احنا كنادي اهلي، ميزتنا التنافسيه الكبيره لطول تاريخ النادي الاهلي من 1907، وهو القوه الجماهيريه الهائله، جمهوره ده حمايه ان شاء الله. باذن الله دكتور، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. كل سنه وحضراتكم طيبين، واسف ان انا اخذت وقت حبيبي. لا ده انت دايما تطرقت الى تسعدنا دكتور، مواضيع مهمه جدا ربما هتكون محور تعليقات بيننا او حوارات بيننا وبين ضيوفنا الكبار المفكرين الكرويين. شكرا للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، واعتقد كلام مهم جدا.